تون هي الأولى، وتن نوضعو نشا ديالنا، معكم مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد طويجن عريق اخوي. وهنا غادي نحتاجوه بيض ديال الحوت، بصله وحده، عريشات ديال معدنوس او بقدونس، 9 فصوص ديال الثوم، قليل من البسبسيه، كذلك الابزار، معلقه ديال الملح، ما نساوش مسلله راها مرقده بالملحه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، وقعقلة كذلك معلقة صغيرة. هنا عندنا كيلو ونصف ديال مسللة، مسللة اللي تنقطروها من داك الترقات ديال الملحة وتنغسلوها جوج ثلاثة المرات، وهنا غادي نزولو لها العظيمات ديالها. وهنا غادي ناخدو طنجرة غادي نوضعو زيت الزيتون هي الأولى، نص كاس عنبه هكا الا بغيتو بالقياس، و غادي نوضعو العبيرات ديال الحوت ديالنا هكذا، كذلك العطور اللي ذكرت معكم، سيبسيا، الخرقوم، الملح، الابزار، قعقلة، الكل، وغادي نوضعو واحد الكاس ديال عنبة كذلك ديال الماء فقط، ونشعلو عليه نار متوسطة. وهنا غادي ناخدو ميكسور أو خلاط كهربائي، وغادي نوضعو فيه 9 فصوص ديال التون، بصلة واحدة، والبقدونس غادي نخليوه من بعد، غادي نوضعو قليل من الماء، نص كاس عندها كذلك اخوات اللي كيبغيو بالقياس، و غادي نقومو بمزج العناصر كاملة. هنا غادي نضيفو العناصر اللي خلطنا معكم كاملة، من بعد ما طابتنا هبا ديال الحوت ديالنا خلطنا 20 دقيقة ديال الطهي. وهنا في هاد الأثناء غادي ناخدو مسللة اللي زولنا لها العظيمات ديالها أولا النواة، تناخذ واحد النسبه قليله في الاول ديال المعدنوس، تندردروه على المريقه هكا، وتن نوضعو المسلله ديالنا على العبار الحوت، وهنا غادي نديرو ما تبقى لنا من البقدونس او المعدنوس، وغادي نقلو من النار ونخليوها متوسطة إلى حين نرجعو معكم إن شاء الله.
وهنا خلينا من بعد ما وضعنا الزيتون 15 ديال الدقيقة ديال الطهي، وهنا غادي نخيو على النجار ديالنا. وهنا خلينا من بعد ما وضعنا الزيتون 15 ديال الدقيقة ديال الطهي، هنا غادي نخيو على النجار ديالنا. وهنا الطويجين ديالنا ديال مسلالة والهضرة ديال الحوت تيجي على هاد الشكل هذا مشمع، الطريفات ديال الهضرة تيجيو مشمعين، لاحظتيو تيبانلكم على الشاشة، وتيجي واحد الطويجين مقلي وملبي بطريقة يعني خاطرة ولذة، ما يمكنش نقول لكم لذة لان كنت صيفط نصيفط لكم هنا للدار، غادي تجربوا وانا على يقين انكم ما تندموش عليه، وغادي تعتمدوا هاد الطويجن في المنزل ديالكم ان شاء الله، وغادي تفرحوا راسكم ووليداتكم ازواج ديالكم. شي حاجه اللي صحيه يمكننا نتناولوها مع خبيزات ديال الشعير بيان سيو، اي حاجه فهي بخبيزات الشعير الشوفان تجي هائله هائله وبنينه، طويجن بنين بنين بزاف، شهيه طيبه وخرجة ممتعة للقاء.